انا معود على الكالتشر المغربي، بحب عوايدهم، بحب طريقتهم، بحب عفويتهم، بيشبهوني كتير يعني انا كشخص. وبحس في تقارب بين لبنان والمغرب، انه اثنين صله وصل بين الشرق والغرب، اثنين عندهم انفتاح باللغه، باللغات، بتعدد اللغات بهيك، فما كتير بحس بفرق كبير صراحه. في دايما ببالي تحضير لعمل مغربي، بس جدي أكتر الموضوع، لأن حلا النجاح اللي عم تلاقيه هون مشجعني إنه عم نفكر صح. يعني ممكن أكيد يكون في قريبا عمل مغربي. لو كتير حابب نشاطة بوجود العفو لدنيا باطمة، حابب دوزي، حابب كتير في أسماء صراحة بتفاجأ فيها أنه عندها قرب نفس واحد، بحس أنا وياهم بدماغنا، إن كان عملنا أغنية لألون ولا إن كان غنينا سوا، ولا في شباب مؤمن فيهم كتير، وعم تنتشر الأغنية المغربية جدا يعني هلأ بهالفترة أكتر من أي وقت مضى. قبل كنا الكلام نستصعبه، أو بس هلأ فهمنا لا، أنه الكلام إذا سهلناه بالأغنية، اللهجة المغربية هي الأقرب للغة العربية. فأنا ممتعة بالنسبة للهجة. اللهجة المصرية مش تجربة، اللهجة بالنسبة لنا كلنا يعني بالعالم العربي معودين على المسلسلات والأفلام والأغاني المصرية، ربينا عليها، على أم كلثوم وعبد الوهاب والأسماء هودي، فهي اللهجة المصرية مش جديدة علينا يعني. هي حتى في ناس بلبنان انشهروا مطربين كتير باللهجة المصرية قبل اللهجة اللبنانية وغنوا مصري أكتر، فهذا شيء طبيعي يعني، لأنه تعد لهجة قريبة للقلب، ربينا عليها يعني، على سمعنا قريبة كتير. فما بحس ما بعدها تجربة، بعدها أنه إذا بدك عمل introduction لأعمال تانية مصرية. أنا بطبيعتي بكره تصنيف الأغاني، يعني بكره مثلا الأغنية الشعبية، طب ما هي الأغنية الشعبية يعني pop song، يعني popular song، وأغنية طربية، ما هي الأغنية الطربية إذا انتشرت يعني هي شعبية. فهي التصنيفات أو خليجية أو مغربية، أنا الأغنية الحلوة بتجذبني، يمكن تكون أغنية إنجليزية، أغنية مغربية، الأغنية الحلوة أغنية حلوة. لا ما بيسرق شيء من سليم الملحن والكاتب، بالعكس انت حلقة واحدة يعني، انت لما تلحني وتكتبي انا عم غني، مش عم روح مثلا اعمل شيء بعيد عن ما انا ملحن، بس بالعكس. واذا بتجي اليوم بتشوف في اسماء كتير لامعة بالعالم الغناء، هي ملحنة وهي بتلحن وهي كانت ملحنة، من تامر حسني لحماقي لكاظم فهذا شيء طبيعي يعني، بس هي مش أكتر. الحمد لله أنه القبول اللي عم بيصير عند الناس على الأغاني عم بيشجعنا أنه نطور الموضوع أكتر، لو وصلنا لمطرح لا بأس فيه. في عروض صارت صراحة، بس هلأ أنا مش جاهز لها، لأنه في بخطة عملي في شيء تاني عم بشتغل عليه بالغناء. بالتمثيل مش سهل، بدك تحترمي المشاهد، لتحترمي المشاهد بدك تدرسي، بدك تشتغلي على حالك، بدك اليوم للأسف في مين ما كان عم يحطوه بواجهة مع الناس، مش الكل عم ينجح، بس بمطرح معين احترام المشاهد مهم جدا، خاصة بالتمثيل، تمثيل فكر، تمثيل ثقافة، تمثيل مش انه نحن مثلنا لان شكلنا حلو، او نحن لانه انا بغني لازم مثل، او لان انا موديل لازم مثل، لا، التمثيل اذا قدرت اعطيه حقه ممكن يعني، مش مستحيل الموضوع، في فكر براسي التوجه لهون، بس مش بالمرحلة. أنا ضد فكرة أنه شوف المطرب بفيلم عم بيغني يعني، خلص. هلأ إذا صارت بالإطار الصح حلوة يعني، عبد الحليم غنى بمعظم أفلامه، كل يمكن بكل أفلامه كمان، بس اليوم نحن بغير حقبة، بغير عصر يعني، حتى الميديا والتلفزيون عم يتغير. إذا شايفة أنت صارت القصص كلها أكتر أبليكيشنز، أكتر كل الأسماء، التيفيات والراديوز والآخرة الكبيرة، في تغير جذري فيها، اللي عم يلحق حاله أنه يتطور
عم بيكون موجود، اللي مش عم يلحق حاله عم بيمشي عم بفل عم يرحل. ف بدك تواكب بالتطور، نفس الشيء بالتمثيل. ولا حدا ولا حدا صراحة، يعني ما أخذت رأي حدا ليشجعني. عادة القرارات بهذا الموضوع داخلية بتبقى وبتطلع دغري للعلن فجأة. ما بس بدك تاخدي آراء بهذا الموضوع بالذات، كأنك عم تاخدي آراء حدا إنه شو رأيك اللي أنا بكون منيح ولا بكون شرير، كأنك عم تسألي حدا أنا شو نفسيتي من جوا. ما هذا ما بينسأل السؤال، بيضيعوك يعني. حتى يمكن يقولوا لك إيه يشجعوك ويكون عم يشجعوك غلط، ويمكن يقولوا لك لا ويهدوا لك معنوياتك. فليش لا؟ اللي هي الناس الحكم الأساسي، الحكم الأخير هي الناس. لما أنت الناس يتقبلوا شو عم تعملي، ما أنك بحاجة لرأي حدا. حالة حالة وغلا غلا وعيونه ما أجملا، شو ما صار هو إلي وقصتنا الله حللا. لا لا غيره ما بدي، صوته أغلى ما عندي، حظي حلو ليت الحلو الحب عيوني ودللا. حالة حالة وغلا غلا غلا وعيونه ما أجملا، شو ما صار هو إلي وقصتنا الله حللا.